أبو سعد الشيخ جوعان بن حمد الثاني لحفل اليوم التنمية العالمي. فبدأ في عاصمة اسمه داشرف منجي، بدأ بحفر الجبل في عام 60. قطر المظلي مدرع
العلبة للعلم في كرة العالم استراليا سجلوا 3 أرقام قياسية بالنسبة لفريقنا فريق قطر والليج. تسليم الجائزة يستلم الجائزة علي الكواري رئيس الاتحاد القطري للكرة بالإضافة إلى رفيقة الأدعم كأفضل رياضية بالموسم الدانا المبارك اللي حققت ذهبية في مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة الذهبي عبد الرحمن عبد الناصر صار تحية سالم بن جابر بن فرح
جائزة أفضل مالك خيل خليفة مشعل الدواري. المستقبل إن شاء الله.